وأنا حأفصح عن المساحة القادمة بلحن. ممكن الناس هي بتحب جدا من خلال الأمسيات إنه يكون عندها بعض الدندنات والأغنيات اللي بيحبوها. ميسرة حيكون موجود حاضر معانا. ميسرة محمد علي، أهلا وسهلا بك ومساء الخير. يديك الصحة والعافية، وأنا سعيد جدا يعني الليلة في وجود معاكم. يعني ميسرة، إحنا قبل ما ندخل في أي حاجة خلينا ندندن. تمام جدا، يلا تفضل. Thank you.
لرضاك وبحاول من أجلك أنسى. تتخلص مني مني أمهدك تتخلص مني مني ألقى خطى تجمعني معاك تاني ألقى خطى تجمعني معاك تاني ألقى خطى تجمعني معاك ولو تعريف عايش على عطفك كل حياتي من أملاكك لتعريف يوم في دنيا غيابك بساوي سنين في دنيا هنا هنايا لتعريف يوم في دنيا بساوي سنين في دنيا هنا هنا يا أعز عزيز أعز عزيز يا أعز عزيز أعز عزيز أعز عزيز في دنيايا أنا طامع وطامع أبقى عزيز دنيا. يا سلام يا سلام يا سلام يا ميسرة. ميسرة يعني بعيدا عن البدايات كانت وين وكانت 200 والتفاصيل دي، أنا عاوز أعرف أول زول سمعك وقال لك يا ميسرة أنت فنان. والله عندي صاحبي يعني صديقي شديد ما أفضله عليكم، هو شاعر وملحن وعازف في نفس الوقت، محمد ميستو، الأستاذ محمد ميستو، ربنا يديه الصحة والعافية. فيعني قال لي يا ميسرة أنت يعني ما شاء الله يعني زول كده ماشي إمكانيات كده، يا أخي والله يعني المفروض تغني، المفروض تغني كده يعني. طيب أول حفلة غنيتها وين؟ أول حفلة غنيتها في الكلاكلة. يا سلام. طيب تحية لناس الكلاكلة. تحية لناس الكلاكلة وربنا يعني يديهم الصحة والعافية. رغم إنه مركز شباب أم درمان كان عنده عميق الأثر عليك. طبعاً طبعاً يعني أنا مما بديت المزيكا طوالي ارتبطت بمركز شباب أم درمان. يعني بمشي وبجي كده. بتلاقي شباب هناك وبتبرفوا مع بعض. أيوة بنلاقي الشباب وبنبرف ما شاء الله يعني أجواء جميلة يعني صراحة. وكل التفاصيل يعني ما جاتك رهبة إنك ممكن تغني أو رهبة الغنى بصورة عامة؟ والله يا أخي يعني أنا أصلاً ما كنت مايل على الغنى شديد كده صراحة. ف يعني لو ما كنت فنان كنت حتكون شنو؟ والله أنا أصلاً يعني مادح يعني كنت بمدح. يا سلام. ف يعني بعد ذلك رغم إنها هي ما داخلة معانا لكن يا ميسرة أدينا حاجة كده صغيرة مدحة. مدحة صغيرة حاجة كده يعني بسيطة شديد. طيب أريح ضميرك بالتفويض لله في كل حال فإن الأمر لله و
ولا تبالي إذا نابتك نائبة فالنفع والضر مغدور من الله ولا تراعي وكن لله متجها وقف وكن عند حسن الظن بالله. دع المنام وذق كاس الطلا سحرا دند وطنطن وزد شوقا إلى الله إن رمت عزا فإن العز أجمعه في طاعة الله ليس العز بالجاه. جل جلاله وعليك. يعني رغم أنها تناقضات لكن يعني ميسرة وين بيلقى نفسه؟ المديح، غنى الحقيبة، الغنى الحديث. والله أنا ما الغنى الحديث كذا يعني بلقى فيه نفسي. يعني الحقيبة برضو يعني كذا بيجاوي كله يعني أيوة. بتقدر توازن ما بين هنا وما بين هنا. أيوة. بالضرورة يكون في زول أثر عليك تأثير عميق. طبعا يعني كنت بسمع محمود كثير وبرضو الأستاذ محمد الأمين يعني برضو بسمع له كثير شديد. طيب حتسمعنا شنو هسه؟ نسمع للراحل المقيم الأستاذ محمود عبد العزيز ظاهر نشوف من كم سنة. يا سلام نسمع إن شاء الله.
قوم البدر قوم البدر قوم البدر من البدر صفيتك أنا باقي العمر وجعلت في دينك شموع وجعلت في دينك شموع وهبت لك باقي العمر السابق ظلموا الفنانين الشباب، رايك شنو في الاتهام ده؟ والله يا اخي طبعا يعني احنا يعني مظلومين؟ والله يا اخي مظلومين لانه الجيل اللي قبلنا ما شاء الله يعني استمتعوا كده بالمزيكا وبعدين كبار المزيكاتي يعني كانوا الجيل اللي قبلنا ناقصكم شنو طيب يا ميسره؟ والله يا اخي يعني السغافه في المزيكا يعني زول يكون مثقف كده ملم بالجيل اللي قبله والقبله برضه يعني بيضيف لنا انه الان بقت عندكم يعني عموما كفنانين وكجيل ناشئ في كثير من الوسائل اللي اتفتحت لكم علاقتك انت بالسوشيال ميديا بالتويتر باليوتيوب بكده كيف ايوه يعني هسه احنا يعني اتسهلت لنا حاجات كثيره يعني الناس زمان ما كان لاقينها الجيل اللي قبلنا السوشيال ميديا والتليفونات الحديثه واللابتوب وكذا يعني الشاشات فدي كانت ما في لكن بعد يعني احنا دارين لنا يعني شنو فاقدين الناس الكبار اللي بيورونا وكذا في ما في مجايله بينكم وما بين الفنانين الكبار ما قاعدين تتلاقوا ما بتقعدوا مع بعض في اتحاد الفنانين او في كذا والله بنتلاقى يعني لكن يعني كذا ما يعني ما ظاهرين كذا هم كثير كذا الا في الحفلات الرسميه جميل ميسر احنا عاوزين نسمع تاني احنا عاوزين نستغل كل المساحه في اننا نسمع منك اكثر يا سلام طيب ممكن نسمع شنو لحن القادم ممكن نسمع اغنيه التوب عبد القادر سالم له التحيه طيب نسمع التوب ان شاء الله Thank you.
كنت أغني في روحك ما خلني، كل ما كنت أغني في روحك ما خلني، شفت الخد قابلني، شفت الخد قابلني، بشاير بشاير خير الجني. والله نحن برضو بنحيي الفرقة الموسيقية، ممكن تورينا أساميهم؟ هم صراحة مجتهدين معاك ونحن بنشكرهم شكر خاص يعني. الشباب دي الأستاذ مامون بتاع الكمانجا، يا مرحبا، ومصطفى كمانجا أيضا، وأخونا محمد بتاع الكيبورد. نحن والله بنحييهم وبنشكرهم لوجودهم معانا من خلال المساحة دي. ميسرة، أنا عاوز أتكلم معاك في واحدة من الحاجات اللي بتعتبر هي بصمة للفنان بصورة عامة، أعمالك الخاصة. هل عندك أعمال خاصة أنت قمت بتسجيلها؟ عندي أعمال خاصة يعني ما يقارب 9 أعمال كده، فأسي شغالين ورشة حاليا في يعني بروفات مكثفة جدا. تورينا منها أسامي كده لبعض الأعمال، لشعراء، لملحنين اشتغلت معاهم. في واحدة بتقول لمتين احسك يا جراح واسلم من الزمن الجريح، بوين تاوق لعينيك يا زهرة العمر المليح. دي حقت الشاعر عبد العال عبد الرحمن بابكر، والحان الهادي بتاع الكمانجا.
معانا هناك في المركز. كيف التعامل بيتم بينك وبين الملحنين وبين الشعراء؟ يعني انت قلت انه في زي فراغ بينكم وبين الشعراء القدام او حتى الملحنين الكبار، فكيف بيتم التعامل فيما بينكم كملحنين وشعراء وفنانين؟ والله يا اخي يعني معظم الشعراء كده ما بنصادفهم يعني احيانا كده، لكن يعني الناس اللي معانا والاساتذه اللي معانا الشعراء بنلاقيهم وبيقوم بيقرا لك نص كده، انت بتقوم بتختار يعني النص اللي عجبك، بعد ذاك بتشيله بتديه للملحن فبيقوم بيلحنوه، بنيجي بعد ذاك نعمل بروفات عليه كده، وبعد ذاك ثاني بنقوم بنلبس. مرات ممكن يكون في نص كده عاجبك وانت سمعته من زميل لك يعني. ايوه مرات عندكم عندك القدره انك تقول له يا اخي، والتعاون اللي بينك وبين الزملاء عموما هو موجود عندكم، ما في اشكاليه. والله يا اخي هو يعني كثير ناس بتعجبني نصوص يعني بتكون حقت زميلي فنان، لكن طبعا ما بقدر اشيلها منه عشان ما تكون انانيه وكده، فبقوم بقوم شنو بقوم يعني بقوم بقول له يا اخي العمل ده يا اخي جميل، و يعني ظبطه تمام كده، وحاول يعني اجتهد فيه كده. طيب بشجعه يعني على العمل، لكن ما بقدر اقول له يعني اديني له انا ولا لا يا اخي وهنا يعني حالك ما ظريفه. لكن يعني ما فيها ما بتحسوا بحرج او بتحرج فيما بينكم بانه النص ده جميل وعجبني او انا انا ممكن ممكن في نص يعجبني بقول له يا اخي مثلا بقول للشاعر لا ده بيشبه فلان ادي لي مثلا اكس من الناس كده. والله دي الروح الجميله شديده. أيوة يعني موجوده يعني. ميسر عاوزين نسمع ثاني جدا. نسمع شنو؟ نسمع تعالي يا روحي مشتاق لك. يا سلام. طيب نحن نسمع تعالي يا روحي مشتاق لك ونرجع لك ان شاء الله. وتعال يا روحي مشتاق لك تغيب عن عيني اهبالي، تجيب لي السعادة مجيب، وتعال يا روحي سيب واجيب، تجيب لي السعادة مجيب، وتعال عندي الدوام حبي مسو صباحي غني عليك، تعال يا روحي مشتاق لك عليك الذكرى، وتعال لو مرة مختصرة، وتعال جدي صدى الذكرى، تعال لو مرة مختصرة، تعال تجد القلوب أسرع وشوف قلبي وحنانه عليه، يا روحي مشتاق لك تغيب عن عيني اهبالي،
متعة يا روحي سيب واشيل تجيب لي السعادة مجيب متعة يا روحي سيب واشيل تجيب لي السعادة مجيد تعال قلبي الدوام حبي مسو صباح يغني عليك تعال يا روحي مشتاق لك تغيب عن عيني تعال يا روحي مشتاق لك تغيب وتعال يا روحي مشتاق لك تغيب وتعال يا روحي مشتاق لك تغيب عن عيني سلام ميسرة. يعني أنا عاوزة أمشي بك لواحدة من المساحات اللي بتأثر كتير شديد في 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 الفنان بصورة عامة. ميسرة مشاركاته في المنتديات اللي بقت الآن موجودة في الليالي الثقافية في كتير من المساحات الثقافية اللي بيكون فيها الفنان هو عنصر أساسي. عندك مشاركات زي دي؟ عندي مشاركات يعني ما شاء الله كتير يعني القيدوم بتاعت اليوبيل الذهبي والمنتديات و يعني عملنا برضو منتدى في نادي الهلال. يا سلام. أيوة. منتدى راتب يعني كل فترة كل شهر ولا كل أسبوع؟ والله ده تقريبا جاي كده يعني ما أعرف هم بيعملوه يعني في السنة كده. لكن يعني عندك مشاركات يعني في منتديات مختلفة أسبوعية أو شهرية راتبة؟ أيوة. يعني عندنا ركن الباش كاتب ومنتدى الاثنين وفي منتدى العوادة وفي أنفاس الغنى. يا سلام. يعني كلها منتديات وفي صدر المحافل. يعني ما شاء الله المركز ذاته فيه نشاطات كثيرة يعني. جميل. القادم لميسرة والموعود به وإن شاء الله كل الناس اللي بتتابعك. والله إن شاء الله أنا يعني بقول إن شاء الله اللي قدام يعني كذا حنظبط أعمال خاصة جميلة وأغنيات جميلة مسموعة وإن شاء الله يعني نكون يعني قدر المسؤولية وعند حسن الظن يعني إن شاء الله. إن شاء الله ميسرة. والله نحن في ختام المساحة الجميلة دي بنشكرك جدا وأكيد حتختم لنا بلحن للختام. شكرا لك وشكرا لوجودك وحضورك وشكرا كمان للفرقة الموسيقية المساحة. شكرا لكم وأنا بشكر السادة المشاهدين والمتابعين وأقول لهم إن شاء الله يعني تكونوا استمتعتوا معنا يعني. إن شاء الله الختام حيكون شنو؟ نسمع شنو؟ والله ممكن نغني مقتول هواك. مقتول هواك. أيوة. نمشي لكردفان. كردفان نمشي لكردفان. جميل. زي ما ابتدرنا بها الآن نختم بها. يمكن دي كانت حلقة اليوم. لكل متابعينا ومشاهدينا في ظلال الأصيل تحية المساء لكم جميعا ونتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة. إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم بكامل الألق. في أمان الله. نسمع لحن الختام ونودعكم. طويل نمشيه فيه رمل الدروب.
الهوى أنا من زمان الهوى يا كردفان شوفوا الجبال نابع حنان حنان مقتول هوى يا كردفان شوفوا الجبال نابع حنان حنان مقتول هوى رغم اللي كان ورغم الظنى هجر الحبيب في كردفان مقتول هوى أنا من زمان مقتول هواك يا كردفان مقتول هوى أنا من زمان أسير غزال فوق الجبال كلام غزل معسول لذيذ أسير غزال فوق الجبال كلام غزل معسول لذيذ دمعات عتاب من زول العزيز سالت بحر سقط الجبال في كردفان مقتول هوى أنا من زمان مقتول هوى يا كردفان مقتول هوى أنا من زمان أسير غزال فوق الجبال كلام غزل معسول لذيذ أسير غزال فوق الجبال كلام غزل معسول لذيذ دمعات عتاب من زول العزيز سالت بحر سقط الجبال في كردفان مقتول هوى أنا من زمان مقتول هوى يا كردفان مقتول هوى أنا من زمان مقتول هوى